كريم زنيمي، مساء الخير عليك. في برنامج راني جاي اللي اتصل بك نورمالمون المخرج تاع هذا البرنامج اللي هو عبد السلام دحون، نوجه له تحيه بهذا المناسبه. قلنا كيفاش كي حكى لك على الكونسيبت تاع هذه الميسيون، كيفاه جاتك؟ جاتني حاجه عاديه وعجبني فاصون، شفت الرابط كما يقولوا لو ليان، شفت ليميسيون حاجه اوريجينال. راني جاي بديت سان، عجبتني بوكو بليس نايت لا سان، هاد القعده يعني قعده في اي بي راك عرفت كيفاش. فوالا. كريم، بدايتك كانت صعبه رغم انه عنده مواهب يعني ما شاء الله بزاف 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 ما نقدرش نحسبوها، علاش يعني بدايتك كانت صعيبه؟ البدايه ماشي كانت صعيبه. انا بديت في المسرح، بديت خدمت كهاوي على كل حال مع جمعيه مصطفى كاتب، ومن بعد ماشي صعبه، كنت نحوس على روحي نقدر نقولوها هكذا. انا خرجت نسيت شويه الموسيقى ودخلت شويه مسرح، ومن بعد بانوا لي اعمال سينمائيه وشويه تلفزيون، ماشي حاجه كبيره. دونك انا بالنسبه لي حاجه ماشي حاجه بيزار. انا ارتيست، كاين اللي يقول لي انت يا سيناريست ولا كوميديان ولا شونتور، قلت له انا فنان. فنان يقدر يمشي، راني في الدومين تاعي الله اعلم، مانيش نلعب باسكت ولا دخلت نلعب مع ليكيب ناسيونال، سي سا ان ارتيست راهو في الدومين تاعو. دونك وانا ضد الفكره، كاين بزاف اللي يقول لك فلان دار هو الاخراج ولعب هو الدور وكتب هو سيناريو. لا تقدر ولا ربي عاطيها. لا ولا قادر عليها بكل شيء. دوك اذا ربي كما قلت يا عاطيه، الحمد لله كثر خير ربي. نعطيك مثال، كاين ناس بزاف ما على بالهمش، كاين جبدوا المرحوم الانسبكتور طاهر بار اكزومبل، باش عرفنا بوكو بليس لي فاكونس دو الانسبكتور طاهر. قليل اللي على بالهم باللي لا نوفيل جينيراسيون، قليل اللي على بالهم باللي هو اللي كتب لي فاكونس دو الانسبكتور طاهر، خاطش الناس تعرف باسم مفتش طاهر، ما تعرفش الحاج عبد الرحمن. ديروا جينيريك يا ناس، كي خلص الانسبكتور تلقاوه مكتوب سيناريو حاج عبد الرحمن وإخراج موسى حداد. ما يركزوش هما مع هذه التفاصيل، لهذا السبب الناس تدير جينيريك باش يفهموا واش كاين على صاري. ياسير يعرفوا شكون راهو في التقنيات، شكون راهو في الكتابه، ماشي غير هو، كاين بزاف. صح. الله يرحمه واحد حتى انهم باه يفهموا انه يعني لما يكون فريق يخدموا كفريق، لا يقول لك فريق عمل باه يكون ناجح لازم يخدموا كفريق، يخدموا كانهم كلهم شخص واحد. يعني بالك انت تكتب وانا ما نكتبش، بصح تجيني فكره بالك انت ما جاتش في مخك في ذيك الدقيقه. فوالا، يعني مش شرط يعني الواحد اللي يكتب يعني ما عرفش كيفاش ما لازمش يخدم حاجه واحده اخرى، ولا واحد اللي يغني مثلا ما يقدرش يخدم حاجه واحده اخرى. لا، كما قلت انت يا بلي فنان فنان. نعطيك مثال مزيالي، راني مع منشطه ومغنيه وقبل كل شيء. الله يخليك. اذا كتبتي الاغنيه تاعك وراه الاشكال، او كونترال تكتبي اغاني، تقدري تكتبي دي تكست كيما مغني، سي با اوبليجي يكون عنده بالسيف ملحن ولا كاتب، يقدر هو يلحن نفسه هو يكتب. بالعكس، هذا واحد طور من الموهبة تاعو، تعمق في الفن، يقدر حتى يكون لاعب آلة. دونك فن، هذا هو الفن. كيما انت اكيد تلعب آلات. نلعب آلات، انا نلعب شويه بيانو، نلعب شويه قمبري. دوك نحكوا على المواهب الثانيه. يقولوا انه اول ظهور ليك كان بالكذب. كذبة بيضاء. لا ماشي الكذب، نقول لك علاش. بارفوا والله العظيم بارفوا امور بسيطه تقدر تنحيك كاع بروجي. انا اول دور تاعي اطرافير ان كاستينغ فيلم اجنحه المنكسره، اخراج جورج ديكوادي، هذايا داروا ان كاستينغ، رحنا نجوزو. لقيت انا في الدخله حاطين واحد يعسل تما خدام تما على روحه، وراكم داخلين شتي تاو عنك فاش داير جوزو كاستينغ، حنا جداد ما نعرفوش. قلنا ما كاش فوق 20 سنة انتردي، 20 سنة وحبط. صاحبي في عمره 20 سنة، قالوا ادخل. انا كنت فوق 20 سنة، قلت له 20 سنة. شوفي دخلت انا اللي تخترت وماشي صاحبي. شوفي حتى خلاص الفيلم، باش قلت المخرج باللي هاي ليك 20 سنة. عبكش قال لي المخرج، قال لي والله العظيم غير ما قلت كاع هذه تاع 20 سنة، قال لي عملت مليح كي دخلت وقلت له هكذا.
فاهم شغل تيماجيني بلاطو كاع على ضربه دارو هكذا كارثه. دونك سي دي مومون مومون طول ماش كاين مام دي مومون ديفيسيل خدمنا في رمضان بار اكزومبل مالغري صح تعب باسكو سي دي بروجي لي كبار شويه وغاشي الله يبارك ايتو مي توجور لي زارتيست يعياو يعياو بعد كيقعدوا كاع اطابي يسحروا كيف كيف داك تما كاين يو سيرتان امبيونس تعاود دي كونتراكتي ريلاكس داك يا طرافاي كونتينيو اي سي سا سي سا سكي بو دون ليستوار سي غاردي ليكيب اون ايكيب سودي عمرها ما تخسر. دونك نتمنى ان شاء الله كي يكونوا اون ايكيب دي جيكيب كي يخدموا ان شاء الله يقعدوا توجور سودي واحد يدخل بيناتهم مالغري العيا يقعد دون ان كادر تاع خدمه ما نخرجوش على السوجي تاع الخدمه ومادام لحقوا ندوسوا على خدمه سي كسي بوزيتيف باسكو مور الخدمه نتلاقاو نقصروا كيف كيف نسقهوا كيف كيف ايتو سي سان بروفيسيونيل ما يخلطش لا في بريفي مع لا في بروفيسيونيل. دونك ان شاء الله الذهنيات كيما يقول لك وكاينه ما نقولوش ما كاش ما نجملوش كيما يقول لك كاين ناس يخدم وكاين ناس تأمن بخدمتها كاين لي زيكيب فورميطاب وربي يدومها ان شاء الله اقبال. عندنا كوميونيكاسيون انكرويابل مي فري ما تفهم فيها والو شبيك عبك كي تمشي برا ولينا نفننوا بالهضره. دانيرمون تلاقيت مع وحده قصرت معاها واش راكي اختي لاباس الحمد لله نشوف لي برودوي تاعك يعطيك الصحه اختي كدا قلت لها وين تسكني نحوس من داك نفهم قالت لي نسكن في اش دي. قلت لها شنو اش دي تسكني داخل لاتيريتي اش دي. قالت لي نو اش دي سي حسين داي. حسين داي اش دي الله يرحمك يا داي حسين. نعم انا وين نسكن شتي سيتي بلازما كيما الحطات 10 سنافيام تلقايني تم من دون كيفاش اش دي احكيو مليح يا ناس سبحان الله. ولا واحد قال لي تعاوني طبعوا كروسا يا البلاد انا بلاد وش فيا بلاد انا يا بون عبك البلاد ما تقدرش تعاونك عبك علاش عندك تندوف تندوف اي سافا با وسطره ويطلع لي الغير دايا على بالك وتكمل هكذا نخبطك بوس عاد نخرجك من الحدود اي روح حبيبي الحبايه الكوميونيكاسيون درني لو درني كومونتير اللي قريته فيسبوك تبع الهضره واحد قلقاته وحده قال انت ثقيله على الكونيكسيون تاع الجزائر ثقيله على نهار الجمعه عزوج ونص تاع العشيه السخانه ضرب للراس وانت هاربه والناس تسلك دراهم ما لقيتيش وين تخباي سي كراف هذه شنو هذا الابداع يا حبيبي فهمونا. وثالث كاين انا جايك استنى انا جايك على الخوف ثالث ايزاجيرين قولوا علينا ما نخافوش انا قلت لهم سير ما نخافوش خرجت لبرا لقيت انسان جاي سبيت بول نورمال ما داير له كمامه ما مربوط ما والو عادي وحاط له يده في لاماشور يقول لك ما تخافش وش بيك بيت بول ما عاقل عاقل ما يعاش اسمح لي خويا انا يا كلب فرماش ما نديرش فيه كونفيونس بيت بول هذا معليش ونسى توانا يا حسره غير تشوف كلب او يلبو يلبو وين يلبو يلي بيت بول هذا حبيت يتهبليني ولا يتقبض عليك بقبضه تاع دوطون تشوف لا بوتي فاتال يلبو بيت بول ما تخافوش المره تاعنا صح قرن له طير في السماء عندك شي بيزار على بالك وي الخوف ثاني تيقولوا لنا حنايا ما نخافوش في السوغان انا قلت لهم لا لا في السوغان ما نخافوش على صحتنا ما يخافوا على الكرارس انا صاحبي داني موت لقيته قال لي يا ودي راطيت البارح جاز عليا واحد قريب هلك لي ريتروفيزور غوش قريب نحالي الفار قلت له يا خويا ما خفتش نحي لك لافون برا غوش عباليش نحي لك رجل غوش عندك بومو غوش على بالك عندك قلب فلا غوش عندك حناك غوش عندك ودن غوش خاف خاف برك على صبعك الصغير تاع رجلك غوش او تسمى ولا غير ماتيريال هادي من هادي وثاني تاو على سورتو وين ما يخافوش بوكو بليس كي يخرجوا لوطورود او لا لا 220 في طابلو سي كوا سي ريان 220 على كل حال ميم كي تموت تموت طري طري بيان تموت مانيفيك تيك يجرو يجرو حبيبي اختار في لوطورود انا عاقل في سوغان الحمد لله حاكم الوسط 80 جاز عليا واحد من الكوتي غوش والله غير حسيت روحي حابس قلت بالك راني حابس انا جيت نحل الباب ونحبط طياره وكي تحبسوا ما عنده اوكين ايرجونس رايح للبحر خايف ما تلحقش في البحر ينشف في البحر يروح بعقلك يا حبيبي واش قلقك كي يلحق البحر ثاني ما يخافش خافش راني جايك يا ودي
لي روشي طالع لي في جبل ناقص كاتيطاج ويهبط صدوري صدرو يقسمو السيد خافوا شويه خافوا شويه ويا عجبك يصوتي مضافالاج على صدرو مش الفطقاع هذيك ما خافاش وكيريح في لابلاج يريح تحت الباراسول يدير كريم سولار يخاف كوت سولاي تما الكو تاع صدر ما خفتوش تخاف من كوت سولاي فهمنا ريفينون البحر حنا لي زولجيريان لا سورس تاع الزوخ راهي في البحر خويا دوك نعطي لكم اون روسيت تجبد بها كاع الزواخين تاع البحر ديجا في البحر تعرفونا حنا كاع حبوا يخرجوا سيتو يكونوا خارجين من الشط شوف الا كريستيانو شنو كريستيانو الجيريانو عليطانو خرجانو اوي عليطة هكذا وش بيك تلمو كرشو خارجة الصرا غطات القفلة تاع الشورت ما تبانش مهبول نتايا وقبل ما يطلع الشط هو غارس دلاعة يا وليدي يحكم دلاعة هذيك ينحي البوتي تاع لاكارت ميموري يبدا يضرب في لاميموار اوي والكرش تزيد تتنفخ اوتوماتيكمون طال القفلة تاع الشورت طير بوق ويقعد يحوس عليها مع اللي بشمخ يتعمر كاع برمل ويقعد يشكي هذا بحر هذا معمر كاع برمل ديرونا كاش بحر بدل دو سول والله العادي يقول له لا تكنيك تاع الزواخين لا روسيت سيوها وتعطوني الحق نورمالمون جيب اربع شكاير سميت فارغين عمرهم برمل دير وحده فوق وحده ودشناها خطره ببلونجون وجبد روحك تشوف لي برات بيت لي طوم كروز قاع يحطوه بالك خو بالك اي تشوف فيها تشوف فيها بالك يا ولدي واش نحكي لك ضربو روج يولي ضربو نوار مهبول تيهولوه البحر يهولوه هذاك الجور تاع تلقى في لابلاج معروف يريح غير في الشط شورتي واش نحكي لك فاشن بيران مودر طليان هذاك اللي ما يحبش تقيسه برمل يا خويا قصني برمل بالعقل راني داير برونزاج يا شايف هذاك الجور وما يعومش بزاف تلقى محروق ويلعب غير البيج كان با وي زعما شغل حطه وكي يشوف وحده قاعده هكذايا زعما تاع تاع سونسمير يرمي لابال من جهتها زعما يمشي يروح يريكيبيريها ومن بعد اوب يقعد قدامها سالو مدام ادموزيل اشونتي كدا لاباس ويبدا التم يبدا الابداع يا شيخ الوغ فو فيت كوا دون لا في وي انا باش كنت برك عباك انايا خليت شونتي تاعي اون اسبان سكتي برك الفيلا تاعي ماهيش كومبليت ولا بيسين عباك زدت وسعتها راني هربت من البريسيون تاع لي طرافو واش بيك ايه واش نحكي لك يا ودي راني غارق لهنا اسبانيا عبالك راه قاعد تحوس عليا هو جابو كلونديست وليد حمدو او سالو فامي اللي يحكموا يقطعوا ما كاش قاع دونك اللي كذب نبدعوا فيه نبدعوا فيه ابداع وشنو انا هذه الحاجه اللي تخليني بارفوا نحب شويه لا كوميدي باسكو فيها بزاف لي بيرسوناج فيها شويه الحكايات شويه الفكاهه شويه الضحك فيها مام شويه دراما دراما اللي تخليك يحبس الضحك سيلونس اللي يقتل حالة ما تعجبش راك فاهم دراما تهبلك تهبلك تحطمك حياتك محطمة تدخل تعيش بيان البيرسوناج راك فاهم ما عندك اوكين شونس البيبان قاع مغلوقين فاميلتك المشاكل الله راك فاهم المرض لي بروبلام دراهم ما كاش سكنة ما كاش حياتك ظلمة ما كاين والو تقدر ما تاعك لا ديبريسيون على بالك ما تخافش ما تخافش حبوا يهبلوني سي نورمال راك فاهم اسمع اسمع راح تدخل في لاتراجيدي على بالك ما تخليش الموس يلحق العظم بالك تخليه انا نهضر معاك اي لا لا خويا لا لا علاش علاش اسمع تحماو كاع او بضرب ما تضربش حتى الموس خويا لا 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 خلاص دوك نهضر معاك حتى الموس خويا حتى الماي يا حكار ما نركعش ما تقدرليش لا لا ما تحبسنيش حبيت تحبسني ما تقدرش ما كاش كيفاش ما نركعش بيان سير ما نركعش تخافش 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 ما تخافش انت ايه ما تخافش عندك حاجة مأمن بيها روح امشي في الدنيا كاين زوج حوايج كاين اللي يخدم وكاين اللي يتكلم خير اعزم اغلق على روحك واخدم طيح نوض اغلق واغلط وصحح وخلي
اللي يحقر بالعين، اللي يقطع ويمنشر، واللي يحسد ويغير ويتمتم وخليه حتى يشتم. حاجة واحدة برك، نهار انت تحكم شوف فيه وتبسم، شوف فيه وتبسم وقول له استناني راني جاي، راني جاي.